بعد أمتار من مرفأ بيروت تقع الكارنتينا، تلك المنطقة المحرومة قبل أن تصبح منكوبة، والتي وصفها لنا أهلها بمنطقة المآسي والإهمال، ليأتي الانفجار الكبير في مرفأ بيروت ويزيد من أوجاع وآلام الناس. نحن هون منطقة منسية، لا من دولة لا من حدا ساعد المنطقة، لكن المنطقة منكوبة من يومها من 75 76. شو رأيك رح يتحاسبوا المسؤولين عن الانفجار يلي؟ والله إذا بتحاسبيني إلي بيتحاسبوا هن، بدو يمسكوا المقتول وبيتركوا القاتل. في شركات تدمرت أرزاقها، وفي محلات وتكسرت، والبيوت تكسرت، يعني الحمد لله قطعت بالمادية بس أضرار كثير كبيرة على العالم. يعني ما في محاسبة، دائما ما في محاسبة، دائما بتقطع الخبرية بقصص هن بيحكوها من عندهم بيركبوها وبيحاولوا يستخفوا بعقول العالم ليقنعونا فيها. بطل في ثقة بمنظومة الدولة، ونتمنى من الجيش يتحرك هو اللي يغير، لأنه هن السياسيين قاعدين بكراسيهم وما فراني معهم حدا، والشعب تدمر وحياته كلها تدمرت. هذه الطفلة الصغيرة تشوه وجهها البريء بلحظات رعب عندما كانت تلعب ببراءة وأمان بين أحضان عائلتها في المنزل. كنت أول شيء بابا؟ كنت أنا وقعت على الطيارة. أول شيء وين كنت؟ كنت في البيت وقعت على الطيارة. بس أجت طيارة، شو عمل أجت بابا؟ أولا وقعت من الشارع الدرس، عم تقرب الطيارة، يعني نازل بصوت قريب، شوي عم تقرب وهيك عم تعمل وضربت وزكتني على الأرض، دتحت على الحيط وعورت إيدي من هون وفات نص الأزاز، كسر الأزاز وإجري من تحت كمان شقات في 15 قطبة. بعد ما قوم لقيت الشباك جو تعبت فيه، فات بجنب النوم وصب الكاريدور. أنا متقاعد، واللي مر علي ما مر بهذه الفترة، يعني هذا انفجار قد كان فيه صواريخ 240 عشت أنا بيناتهم، بس مثل هذا الواحد اللي أكلني أهمل. وفي جولة لصوت بيروت انترناشونال في الأشرفية والجميزة ومرم خايل، يلملم سكان المنطقة جراحهم بعد الكارثة التي حلت على عائلاتهم ومنازلهم وأرزاقهم. بعد هذا الانفجار الهائل تحرك العالم بأسره لنجدة لبنان، فوصلت فرق الإغاثة والمساعدة الدولية إلى بيروت، كما تكاتفت جهود الجمعيات الأهلية والمبادرات الفردية من كل لبنان لمساندة المتضررين وجرح الانفجار. بيصير ببيروت اليوم ما قدرنا نضل قاعدين وعم نتفرج، سو قلنا ثلاث ايام نحن بالجميزه اللي هي مثل ما شايفه منطقه متضرره، نحن هون عاملين وراكي، عاملين خيمه صغيره عم نعمل فيها اسعافات اوليه لكل الاشخاص المتضررين بقلب الانفجار، او حتى من الاشخاص يلي هلا يعني عم بيساعدوا بالجميزه بالتنظيف وعم يقع عليهم ازاز او عم يقع عليهم اشياء وعم ينجرحوا. جايبين فريق كامل جاي من البقاع وقاعدين عم ننظف هون. الانفجار عمل اضرار كثير كبيرة وما بتتصلح بيوم أو يومين، ولا بتتصلح بجروب صغير، لازم تتصلحها بدولة، بس لأنه الدولة غايبة فالناس هلأ هني بالشارع والناس هلأ لبعضها. هم عندنا كمان مشروع، هو مشروع العيادة المتحركة كمان لأهلنا هون بالكارانتينا. عندنا مشروعنا هو عبارة عن تغيير جروح على المرضى، في معنا دكاترة متطوعين كمان ومن جمعيات تانية، عم نشتغل على أنه نسعف هيدول الحالات، الدكاترة بيوصفوا أدوية وبنعطي أدوية كمان. من الكارانتينا خسائر بشرية ومادية جسيمة، جمعيات ومساعدات دولية تواجدت هنا لمساندة المتضررين من انفجار بيروت. سارة شحادة، يوسف فواز، صوت بيروت انترناشونال.